يعطيكم الصحة والعافية، معاكم أحمد وعريكي. هذه دي جي آي فانتوم 4 برو ومنتج جديد. أدري بتقولون أحمد توك مسوي مراجعة عن دي جي آي فانتوم 4، بس هذا المنتج من كثر ما هو فيه أمور معينة تفرق عن دي جي آي فانتوم 4، كان يقدرون يسمونه دي جي آي فانتوم 5 وهم يطلع شيء منتج جديد. الدي جي آي فانتوم 4 برو راح يجي فيها أمور جديدة، ثلاثة منهم راح نركز عليها اللي راح تخلي الفرق ما بين التجربة اللي صارت معي مع دي جي آي فانتوم 4 ودي جي آي فانتوم 4 برو فرق سمع عن الأرض. أولاً أنا ما طير وايد درونز، يمكن تشوفون بالقناة عندي ما أستعرض وايد درونز بسبب إن عندي تعقيد من ناحية شلون تشبك التليفون على الطيارة وشون تطيرها وتثبتها وما عندي خبرة بالتطير وكذي، فعادة أطلع أصور مع صديق الطفولة فيصل راجحي الله يذكره بالخير، بس هالمرة قلت خطلع بروحي وتعلم شلون أنا أصور الدي جي آي فانتوم 4 برو وشلون أنا أقدر أستعملها أنا بروحي وأسوي ستاب مثل لو في أحد قاعد يطالع هالفيديو أول مرة بيشتري طيارة وهو بروحي بيجربها ويستعرضها ويسوي الأمور اللي هو يبي بالكاميرا الموجودة فيها. فقلت خسوي أنا هالشيء، أعيش هالتجربة هذه أنا بروحي وأشوف إذا فعليا هذه التجربة راح تكون سهلة مع دي جي آي فانتوم 4 برو. ومن أول الفيديو أحب أقول لكم يمكن أسهل تجربة حصلتها بحياتي من أي دي جي آي فانتوم طيارتها من قبل including دي جي آي فانتوم 4. أولاً دي جي آي فانتوم 4 برو راح تي بكاميرا جديدة، سنسر أخيراً صار 1 inch 20 ميجا بيكسل، راح تصور لك بدقة 4K ل 60 إطار بالثانية. طبعاً إذا صورت فول HD راح تصور لك إطارات أكثر، وبعدين أنت إذا صورت فيها بال 20 ميجا بيكسل ستيل تقدر تصور لك بيرست شوت. والوايد أنجل أبتشر اللي موجود هنا راح يساعد من ناحية الصور اللي أنت ممكن تلتقطها باللاندسكيب، كون إن الطيارة راح تصور لك بس لاندسكيب. والشيء الثاني اللي تسوي لك يا دي جي آي فانتوم 4 برو إن من كثر الثبات اللي فيها ممكن إنك أنت تصور سبجكت معين وتحصل شالو دبث فيلد او بوكي من ناحيه العدسه اللي موجوده على دي جي اي فانتوم 4 برو. وايد دققت شركه دي جي اي فانتوم هالمره ان هي تساعد من ناحيه البكسل وايش كثر الاضاءه يدخلها حتى بالاضاءه المنخفضه. ان شاء الله راح نشوف بعد شوي سامبل، راح تلاحظ ان بالاضاءه المنخفضه الالوان فيها تشبع والنويز قليل والتصوير راح يكون جدا جدا ممتاز. الشيء الثاني اللي شركه دي جي اي عدلتها بدي جي اي فانتوم 4 برو هو اكيد السنسرز اللي موجوده. عندنا هنا خمس سناسر من كل اتجاه، من السنسرات اللي راح تكون موجوده على اليمين واليسار راح يكونون انفرد علشان تساعد الدي جي اي فانتوم ان ما تدش في تعثرات بالطريق لما انت تطيرها، ما تدعم لا سمح الله طير او تدعم شبه او جبل او نماذج انت قاعد تصورها، وهذا شيء جدا ممتاز. شيء ثاني هم بعد موجود ان السناسر راح تكون في اتجاه السفلي في حاله اذا انت كنت بتطبب الطياره او قاعد تطيرها وفي شيء قاعد يطوف تحتها، الطياره بروحها راح تحس وتتمكن ان هي توخر عنها الشيء هذا. الشيء الثالث والاخير هو الامكانيه انك تخلط الامور هذه كلها مع بعض. الكاميرا مثل ما قلت لكم راح تكون ممتازه في التقاط الصور، فما لما انت تي تزيد سرعة الطيارة الى 10 ميال علشان تقدر تلتقط صور وانت قاعد تمشي بشكل وايد سريع، وهذا الشيء راح يساعد حتى مع السناسر اللي توني تكلمت عنها انك انت تقدر توخر عن الأوبستكلز في حالة اذا كنت قاعد تمشي بسرعة القصوى، ما لازم تحاتي انك انت تدعم اي شيء طريق الطيارة. والتراكينج والهومينج مود اللي شفناه بالدي جي اي فانتوم 4 بالدي جي اي فانتوم 4 برو ضافت لك حقه ثلاث ميزات جديده. اول شيء راح يكون عندك انت 360 ديمو، فانت تقدر تمشي وتصور على المجسم اللي تبيه والطائره بروحها راح تلتف دار مدار المجسم بتقنيه 360 درجه. الشيء الثاني راح يكون ان هي راح تمشي بالطريقه الافقيه يم المجسم اللي انت سويت عليه كابتشر، وهذا راح تكون ممتازه حق مثلا اذا انت قاعد تصور سياره وهي قاعد تمشي يم السياره، ما لازم تحط انك تتحكم فيها، هي راح تلحق المجسم اللي انت تثبته عليه. والشيء الثالث والاخير اللي هو بالنسبه لي المفضل انك انت تثبت على مجسم اللي تبيه والكاميرا راح تتبع المجسم وانت تطير الطياره باي طريقه انت تبيها، لطالما الكاميرا راح تكون ثابته على المجسم اللي انت اخترته. فهالامور هذه كلها راح تكون موجوده بالدي جي اي فانتوم 4 وزياده، نفس البطاريه الجديده اللي تعطيك 30 دقيقه متواصله بالتصوير اكثر ب 10 دقائق من 20 دقيقه اللي موجوده باي طياره ثانيه باستثناء دي جي اي فانتوم. فدي جي اي فانتوم 4 تجيبك امور كثيره راح تساعدك من ناحيه ان انت تثق بنفسك اكثر مثل ما انا سويت علشان تطير الطياره بروحك وما تحاتي ان انت راح تخرب الطياره او شيء، بالعكس التجربه كانت جدا ممتازه. وهذه اتوقع الطياره اللي راح تخليني اني اهتم اكثر بالدرونز وطيرهم واتعلم فيهم اكثر، لان كل البرسبكتيف اللي انتم راح تشوفونه الحين من ناحيه الطياره اللي هي قاعد تشوفه والتصوير اول مره انا بروحي اطير من طقطقه. السلام عليكم، عاده يكون معي فيصل وما حاتي ان فيصل وياي يقول ايش بيصير فيصل وياي احطي ريموت وهو يضبطني، بس لا هالمره قلت انا اطلع بروحي اصور كل محتوى بروحي وهذا المحتوى اللي انا طلعت فيه حط لك نفيش وستانس. We'll be right back.
فمرة على مرة أتوقع راح يصير التصوير وايد وايد أحسن، بس أمانة حتى التصوير الليلي مو جدا ممتاز. أنا وايد انبهرت من البصريات الموجودة على دي جي آي فانتوم 4 برو. المعتاد أكيد راح موجود هنا، مراوح إضافية بالعلبة، في أكسس جيمبال حق الكاميرا أكيد، الريموت مالها راح يكون في أوبشن إضافي حق دي جي آي فانتوم 4 برو إنك تحصل ريموت يكون في بلت إن شاشة 5.5 بوصة، النتس مالها وايد عالي عشان تقدر تستخدمها حتى بالإضاءة الخارجية، والشمس تكون من عكس على الشاشة تقدر تشوف المحتوى اللي أنت قاعد تصوره عشان تلتقط محتوى عالي جودة أكثر وأكثر. فالأمور هذه كلها راح تحصل أكيد مع دي جي آي فانتوم 4. والراعي الرسمي حق هذا الفيديو جزاه الله خير مسوي مسابقة بإذن واحد أحد المفروض تبلش في شهر 4، لا تفوتك، كل التفاصيل أكيد راح تكون موجودة تحت. وها إذا رحت حق شركة فالكون آر سي هابي وقلت لهم أنا جايك من طرف أحمد وعريكي راح يضبطك بالدي جي آي فانتوم 4 برو مع جائزة راح تيجي معاها من شركة دي جي آي نفسهم، عبارة عن كبابيس، تيشرتات، مقات وهالسوالف هذه كلها براندد من شركة دي جي آي وموزع دي جي آي الرسمي عندنا في دولة الكويت. فبس سامحوني على طالب سؤال، سلامتكم، تعيشون أحمد بوعريكي في مان لال كريم.